حركة ملاحية وتجارية نشطة لا تغيب مشاهدها عن يوميات ميناء المكلا بوابة حضرموت البحرية على العالم وأحد أهم شرايينها الاقتصادية. نشاط يتزامن واستمرار إدارة مؤسسة موانئ البحر العربية بالمضي قدما بتنفيذ ما كانت قد أعلنته العام الماضي من خطة لتطوير البنية التحتية للميناء. لدينا خطة في ميناء المكلا 2017-2018. الخطة كمرحلة أولى تبدأ بتصفية حوض الميناء وانتشال بعض القطع الغارقة، وتشمل أيضا تزويد الميناء بالمعدات. وردنا سبريدرات خاصة بالحاويات، 4 سبريدرات أوتوماتيكية. لاحظنا أنه هناك فارق زمني كبير في عملية إنزال الحاويات، ونسعى أيضا إلى توريد رفعات ثقيلة لتعزيز الجانب الحاويات أو مناورة الحاويات داخل الميناء، وخاصة أنه بنستقبل في قريب العاجل الخط الرابع للحاويات. وليست هذه المعدات وحدها ما تم رفض الميناء بها، فهذه الرافعة تعمل هنا على إنزال مكونات ما يعرف بالميزان الأرضي الإلكتروني، والذي سيمكن الميناء فور الانتهاء من تركيبه في تحديد كميات البضائع الخارجة والداخلة إليه. قمنا بتوريد معدات خاصة بالشحن والتفريغ في ميناء المكلا حسب المواصفات اللي في الموانئ العالمية، وقمنا بتوريدها وتم تشغيلها في الميناء على الطبيعة. ثم قمنا بتوريد الميزان الإلكتروني حجم 150 طن 18 متر في 3 متر من شركة إيطالية، بمكمل بأجهزته الإلكترونية بشاشاته ببرنتراته بكل ما يلزمه. وليست الأهمية محصورة في أن هذه المعدات ستعزز من قدرات رفع إنتاجية النشاط الملاحي للميناء، هي أيضا ستنهي ما يصفه البعض بسيطرة شركات القطاع الخاص على خدمات الشحن والتفريغ في رصيفي الميناء، وهو ما سيوفر لخزينة الدولة سنويا مئات الآلاف من الدولارات. تسعى مؤسسة موانئ البحر العربي ومن خلال تطوير البنية التحتية لميناء المكلا لاستيعاب تزايد نشاطه التجاري والملاحي، وهو الذي يستعد قريبا لاستقبال خط ملاحي هو الرابع للحاويات. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.